أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون
صدق الله العظيم. Selanjutnya kita akan tampilkan peserta dengan nomor tampil 128 yang